ويلكم باك تو 5X5. بحلقة هذا الأسبوع فقرات جديدة ومواضيع منوعة وعديدة، وأسبوعيا رح يكون عنا فقرات ومواضيع شيقة جدا. قبل البداية خلونا نتعرف مع بعض على عناوين فقرات هذا الأسبوع وراجعين. سوبر تكنولوجي، هوتلز ان ذا وورلد، تي في شو، فاشن ستايل، فيديو جيمز. من خلال فقرة سوبر تكنولوجي راح نتعرف على أجدد وأحدث الشاشات بأفضل وأجود الماركات العالمية لعام 2013. خلينا نشوف مع بعض وبشكل سريع توب 5 سمارت تي في لهذا الأسبوع. في المرتبة الخامسة شاشة فايزو M420KD. هذه الشاشة فيها العديد من تطبيقات الإنترنت المفيدة المثبتة مسبقاً لتعمل على توفير الراحة والمتعة للمستخدم. بالنسبة للتقييم فقد حصلت على 8.15 من أصل 10. في المرتبة الرابعة شاشة سوني KDL 40EX640. يمكنك فتح نافذتين على الشاشة في نفس الوقت ويسمح لك لمشاهدة التلفزيون وتصفح الإنترنت في نفس الوقت أيضاً. بالنسبة للتقييم فقد حصلت على 8.58 من أصل 10. في المرتبة الثالثة شاشة سامسونج UN40EH6000SF. يمكنك استخدام نفس الأنينيت عن بعد للتحكم بجميع الـ DLNA المتعددة من منتجات شركة سامسونج. بالنسبة للتقييم فقد حصلت على 8.65 من أصل 10. وأما في المرتبة الثانية شاشة LG 42BM4700. موجود مع هذه الشاشة 18 تطبيق مثبت مسبقاً تتراوح بين الرياضة والإعلام الاجتماعي إلى الموسيقى والأفلام وغيرها. بالنسبة للتقييم فقد حصلت على 9 نقاط من أصل 10. في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع شاشة LG 42 LS5700. هذا التلفزيون الذكي يتيح لك تصفح مواقع لا تعد ولا تحصى ومشاهدة الأفلام والألعاب والتمتع بالبرامج التلفزيونية. بالنسبة للتقييم فقد حصل على 9.13 من أصل 10 نقاط. وننتقل من فقرة التكنولوجيا إلى فقرة الراحة والاسترخاء في وقت الإجازة بفقرة Hotels in the World. بهذا الأسبوع رح نتعرف على أفضل وأجمل 5 فنادق سياحية بالعالم والتصنيفات ما ضمت الفنادق والمنتجعات الموجودة داخل المدن لهذا العام. صحيح الأسعار غير معقولة بالليلة الواحدة لكن بصراحة تستاهل. في المرتبة الخامسة فندق سابي برايفت جيم ريسيف. يجسد هذا الفندق فكرة السفاري الفاخرة في جنوب أفريقيا وتبدأ أسعار الغرفة من 1700 دولار لليلة الواحدة. في المرتبة الرابعة فندق سانجيتا كراوجر ناتشورال بارك، وهو المكان اللي يبدو مميز لرحلات السفاري في جنوب إفريقيا وتبدأ أسعار الغرفة من 1700 دولار لليلة الواحدة. في المرتبة الثالثة فندق بورا بورا. يقع فندق بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية بالمحيط الهادي ويبدأ سعر الغرفة لليلة الواحدة من 1000 دولار. في المرتبة الثانية فندق أوبيرو يودايفيلاز. يقع في الهند اللي يذهب إليه نزلاؤه عن طريق قارب خاص وهو من فئة النجوم الخمسة ويبدأ سعر الليلة للغرفة الواحدة من 525 دولار. في المرتبة الأولى فندق The Lodge at Kayori Cliff، ويقع في نورث آيلاند شمال نيوزيلندا على مساحة ضخمة حيث يضم منتجع صحي بجانب ملاعب التنس والجولف وشاطئ في الريف النيوزيلندي ويبدأ سعر الليلة الواحدة فيه من 1200 دولار.
وبفقرة تي في شو لهذا الأسبوع راح نتعرف من خلالها على أفضل 5 برامج عائلية ممتعة لهذه السنة من المرتبة 5 للمرتبة 1 في بيست تي في شو. في المرتبة 5 ميليسا آند جوي، هذا البرنامج الواقعي اللي بيحكي عن اليوميات الزوجية والعائلية داخل أسرة مكونة من 4 أشخاص. في المرتبة 4 ماستر شيف يو اس، برنامج البحث عن أفضل شيف يلي لاقى نجاح كبير ووصل للجزء 5 لهذا العام، وهو عبارة عن مسابقة بين عدد كبير من أمهر الطباخين اللي انحطوا تحت ظروف صعبة جدا وضغط نفسي كبير للوصول للفائز بختام كل موسم. في المرتبة الثالثة شيلسي ليدلي، هذا البرنامج اللي قدر يحقق نجاح كبير بسرعة كبيرة من خلال خفة دم المقدمة شيلسي وعلاقاتها مع أكبر الفنانين واختيارها لمواضيعها المضحكة والممتعة والجريئة. When you're a major athlete like you are, when you're in the locker room with after you make an announcement like that, I mean, is that weird? The guys are nothing but. Welcome everybody. في المرتبة الثانية ليت نايت وذ جيمي فالون، من غير تعليق هذا البرنامج عبارة عن اسم على مسمى لأنه جيمي هو مقدم البرنامج من أشهر المذيعين لهذا العام، وهو محبوب المشاهير والشخصيات الكبيرة والمهمة بالعالم. في المرتبة الأولى برنامج كيلر كاريوكي، فكرة البرنامج هي اللعبة بحد ذاتها، المتعة بالمشاهدة والخوف والتوتر اللي راح يصيب كل مشاهد بكل حلقة. اللعبة هي حفلة كاريوكي ولكن بطريقة تعذيبية وشيقة جدا وجريئة أيضا، لأنه كل شخص راح يغني أغنية راح يضيف نكهة جديدة ولحن جديد للأغنية. ولعالم الجمال والأناقة فقرة خاصة ممتعة بعنوان فاشن ستايل، رح يكون موضوعنا لهذا الأسبوع عن أفضل وأغلى 5 ماركات عالمية من حيث الجودة والأناقة. Best Brands in Fashion Style. في المرتبة 5 كريستيان ديور، لديها 160 متجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم وتنتج مبلغ 1.8 مليار دولار سنوياً. في المرتبة 4 كيوتشي، الماركة الإيطالية اللي تم إنشائها عام 1921، اشتهرت بصنعها للأزياء الجلدية وتعتبر أفضل ماركة إيطالية وفازت بلقب أغلى ماركة عالمية في العالم لعام 2011، حيث تنتج مبلغ 1.2 مليار دولار سنوياً. في المرتبة الثالثة شانيل، هي الماركة العالمية حيث تنتج العطور والملابس ومستحضرات التجميل وأشياء أخرى كثيرة. شانيل هي واحدة من تسميات اللي يتم التعرف عليها في جميع أنحاء العالم. في المرتبة الثانية هيرميس، اشتهرت هذه الماركة الفرنسية ببيعها للملابس الجاهزة والحقائب والسكارفات وعطرهم الجميل، وكذلك الجلد اللي يستخدموه ناعم جدا. هيرمس تنتج 2 مليار دولار سنويا. في المرتبة الأولى ماركة لويس فيتون، يرجع تاريخ تأسيسها إلى منتصف القرن 19 تقريباً، وتشتهر بالصناعات الجلدية الفاخرة. ماركة لويس فيتون ظلت محتفظة بصدارة الترتيب العالمي للعام 7 على التوالي كأغلى علامة تجارية في العالم، حيث تنتج نظارات شمسية وحقائب وأحذية وإكسسوارات جلدية والساعات، تنتج حوالي 2.7 مليار دولار سنوياً. Ice cream parlor environment, very fresh, very pink, sort of sorbet colors, which was very much the tone and texture of the collection. وأخيراً وليس آخراً لكل عشاق الفيديو جيمز،
راح نتعرف على أجدد الألعاب وآخر التطورات، والكل بيتنافس للحصول على المرتبة الأولى. مين برأيكم اللعبة يلي احتلت المرتبة الأولى هذا الأسبوع؟ خلينا نشوف. تراجع من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة بلعبة DMC Devil May Cry. دانيت هو بطل اللعبة اللي يفتح مكتب عنوانه DMC ويقوم باصطياد الشياطين وقتلهم. لعبة Company of Heroes 2 تتقدم من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الرابعة لهذا الأسبوع، وهي لعبة استراتيجية للوقت الحقيقي. الزمن الافتراضي للمحارب في هذه اللعبة هو الحرب العالمية الثانية. تراجع من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة بلعبة GTA V Grand Theft Auto V، واللي أصدرتها شركة Rockstar Games. ويتميز هذا الإصدار الأخير من اللعبة بعدد كبير من السيارات والشاحنات والدراجات والمروحيات والطائرات اللي بإمكان اللاعب إنه يستثمرها بمغامراته. تقدم من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بلعبة بيوشك إنفينيت اللي نشرتها شركة 2K Games، وهي الإصدار الثالث من سلسلة بيوشك واشد. وفي المرتبة الأولى وللأسبوع الخامس على التوالي لعبة Crysis 3، وهي الإصدار الثالث من سلسلة لعبة كرايسيس، وتلقت هذه اللعبة أصداء إيجابية وفازت كأفضل لعبة لهذا العام. وهي لعبة تصويب تتمتع بتحكم ممتاز وذات إيقاع سريع وتروي قصة جيدة، وهي طريقة ممتازة لربط سلسلة كرايسيس مع بعضها. إذن هذا بشكل سريع فقرات برنامجنا هذا الأسبوع من 5X5. انتظرون الأسبوع القادم بفقرات عديدة ومنوعة ومفيدة، وبكل شيء جديد بجديد فقط على قناة الشرقية. كالعادة نختم برنامجنا بأغنية، وأغنية هذا الأسبوع لنجمة من نجوم برنامج The X Factor الأجنبي، وهي شير لويد بأغنية Oath. شوفكم الأسبوع القادم، باي باي. Drive you crazy. Sometimes I know I call you lazy, and that's most times, but you complete me, and that's no lie. You are my tuxedo, and I'm your bow tie. We in the car, sing, sing, singing our song. Walk in the building, tear it down like we King Kong. And in my eyes, you can do no wrong. You got a best friend, sing, sing along.